اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مصر احلى. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده اول حلقه لينا في السنه الجديده 2021، ويمكن مع بدايه كل سنه بنبقى دايما متفائلين. حتى السنه دي كانت فيها اجواء كده ان هو بادئ بيوم جمعه، وكان نهايه سنه خلصت مع نهايه اسبوع مع نهايه شهر، يعني كان في اجواء تحسسك ان في تفاؤل. واحنا بكل الاحوال دايما زي ما بقول لحضراتكم ان احنا بنتفائل بالله خير، بنقول دايما الايام من صنع الانسان بعمله، واللي ربنا بيقدره دايما هو الخير. فاحنا املنا وتفاؤلنا برب الخير، برب الرحمه، رب الخير، رب ان احنا ربنا سبحانه قال وما ظنكم برب العالمين. احنا المفروض ظننا بالله ايه؟ ظننا بالله خير، ويقيننا في الله انه يكون اللي جاي كله خير. ويا رب السنه اللي جايه تكون كلها خير ورحمه وتكون جبر وتعويض. يعني 2020 كان فيها احداث كتير مزعجه ومؤسفه، ولكن بكل اللي حصل، لكن اكيد كان في رحمات، اكيد مع كل ابتلاء كان في رحمه، اكيد كان تطهير لناس كتيره، اكيد كان كل حاجه مرت بكل انسان كان ليها رساله. ففي الاول في الاخر كلها اقدار من عند الله، فاللي فات كان قدر من عند الله، واللي جاي ان شاء الله قدر، ولكن نامل دايما ان يكون القدر اللي جاي يكون خير، ويا رب يرفع في السنه الجديده الوباء والابتلاء، ويكونش يا رب فيه عند اي حد اي بلاء يا رب العالمين، ويكون يا رب كل اللي جاي كله خير لينا جميعا يا رب العالمين، ومصر كلها تنعم بكل الخيرات اللي موجوده فيها والعالم اجمعين. واذا كنا بنتكلم عن الخير وعايزين بقى يعني يكون في اللي جاي كله، نحس بتفاؤل ونحس بامل ونحس ان احنا عايزين نشحن طاقه جديده عشان نواجه حتى اللي جاي. صحيح الاحداث ما انتهتش ولسه مكمله معانا، هنواجه ده ازاي؟ هيكون عندنا طاقه ايجابيه ازاي؟ فكان لازم يكون معانا في اول حلقه من السنه الجديده 2021 حنان زينال خبيره الطاقه. اهلا بيكي يا حنان. اهلا بيكي، شرفانا، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا رب وكل العالم. احنا قلنا بقى النهارده يعني عايزين استاذه حنان هي اللي تعمل يعني شحنه، يعني تتوزع بقى في كل مصر يا ان رب. شاء الله يا رب يكون اللي ربنا جاي ربنا يا رب يفيدني، يعني يلهمني بما يفيد الناس ان شاء الله. ربنا يفتح عليك فتوح العارفين في الخير يا رب. ربنا يفتح عليكي فتوح العارفين يا رب، ويجري على لسانك كل ما هو خير يا رب العالمين. وان شاء الله تكون سنه جميله علينا بإذن جميله الله. باذن الله كل الخير كل الخير. احنا شفنا طبعا في السنه اللي فاتت احداث كتيره، وكان حاجه اول مره تحصل البشر كله شافها، يعني العالم كله شاف حاجه ما كنا شفناها قبل كده. وباء يعني حتى الكتالوج بتاعه لحد دلوقتي مش معروف، يعني لسه مكمل معانا في السنه الجديده. ازاي انا اطلع من سنه 20 بكل الهزائم النفسيه اللي احنا حسينا بيها؟ ناس كتيره كانت محبطه، ناس كتيره يعني العالم كله اتضر اقتصاديا ومعنويا وماديا وكل الانواع الاضرار اللي احنا ما شفناهاش قبل كده، وسياسيا طبعا كل اللي احنا ما مرناش بيه في عمرنا شفناه اليومين دول. ازاي نطلع من الهزائم النفسيه دي والاحباط بطاقه جديده اقابل بيها ما هو ما الايام كلها من صنع الله واعملنا فيها؟ يعني ادينا كده فكره او روشته في علم الطاقه. بصي، هو يعني احنا حصلت احداث كثيره قوي في حياتنا الفتره اللي فاتت، يعني احنا بنتكلم ما ثورات حصلت خرجنا منها ولا ما خرجناش؟ خرجنا. نعم. امراض كثيره كانت زمان مجرد ما تسمعي اسمها كان يجي لك هلع، صح، وخرجنا من اوبئه يعني مرت على الناس الطاعون و خلاص. فالموضوع كله هي الخضه. نعم. وطبعا حصل نوع من انواع التكثيف الاعلامي عليها، فبدل ما هي بقت كده بقت كده. يعني دلوقتي عشان احنا في عصرنا يعني دلوقتي التكنولوجيا وكده، ممكن يكون انا فكرت برضو في